والله انا في فتره خير من اول ما بدات ان انا اربي داني وكده، فبدا اصحابي ان هم يقولوا لي ان انت فيك شبه من ميسي او كده. فلما سبت داني طبعا تكبر اكتر الشبه زاد معايا، وطبعا بدا اصحابي يقولوا لي طب ما تعمل فيديوهات او تصور نفسك وتنزل مثلا نفسك على مواقع السوشيال ميديا وكده. فانا طبعا ما كنتش بشغل بالي بالكلام ده خالص يعني، كان كنت بشتغل، كان الشغل هو اللي واخد كل وقت يعني. يعني الفرحة دي حاجة في القلب كده يعني، لما الواحد جه هنا حسيت بفرحة يعني ما فيش بعدها يعني. وفرحة الأطفال الصغيرين يعني بالشبه اللي ما بيني وما بين ميسي لما أنا دخلت عليهم كده الملعب كانت حاجة ما شاء الله يعني. عايز أقول لكم يعني حاجة يعني، يعني اللي بفرح واحد ده ربنا بيبارك له وربنا هو اللي بيجازيه يعني. فأنا حبيت إن أنا أشاركهم في العمل ده والله يا جماعة. اي حد ربنا يقدره على اي حاجه، ده اسعاد الطفل ان انت تدخل يعني البسمه على وش الطفل كده ماشي، ده حاجه كده، ده حاجه انت بتحسها في قلبك يعني بعيد عن بقى عن اي حاجه. وانا جيت النهارده هنا عشان خاطر طبعا اقدم الدعم المعنوي اللي انا قدرت ان انا اعمله، ان انا اقدم الدعم المعنوي للاطفال دول. ما قدرتش يعني، لو اقدر او اي حاجه ربنا هيقدرني عليها انا اعملها ان شاء الله. كنت بحلم ان انا اشوف ميسي ومحمد صلاح، فالنهارده ميسي شفته وبيلعب معاكم، فانا عايز اشوف محمد صلاح يلعب معاكم.